أهلا بكم إلى هذه القراءة في الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بصحيفة المساء التي أفادت بأن الجريدة علمت من مصدر جيد الاطلاع أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات مباشرة إلى مختلف مصالحها وكل العمالات والجماعات، إضافة إلى مصالح الأمن لاعتماد الأمازيغية وإدراجها في كل مكاتب الاستقبال وبنيات الاستقبال والتوجيه وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية. وتحت عنوان المغرب يبذل جهدا مهما للغاية في مواجهة الشبكات الإجرامية، كتبت صحيفة اليوم المغربي. وفي التفاصيل قالت الجريدة إن الزعيم السابق للحزب الاشتراكي بالكناري رافائيل سبارزا ماشين أكد أن المغرب يبذل جهدا مهما للغاية في مواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر والتي تنشط على عدد من مسارات تدفق الهجرة. وأوضح إسبارزا في تصريح صحفي أن الدور الذي يلعبه المغرب أساسي في مراقبة تدفقات الهجرة على مستوى المسارات الأطلسية والمتوسطية الغربية ما يشكل جهدا مهما للغاية، مؤكدا على أهمية العمل المشترك من أجل التقدم في التنسيق مع إسبانيا. ختام هذه الجولة بصحيفة رسالة الأمة التي قالت إن المغرب حل في المرتبة الأولى على مستوى منطقة شمال إفريقيا و58 عالميا في تقرير مؤشر القوة التكنولوجية لسنة 2022. واستند تقرير المجلة الأمريكية التي يوجد مقرها بنيويورك على 4 معايير متكاملة في تصنيفه ل67 دولة حول العالم، تشمل عدد مستخدمي الهواتف الذكية والإنترنت وشبكات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات بالمقارنة مع إجمالي عدد السكان ودرجة التنافسية الرقمية التي تقيس مدى الاستعداد لتطوير تكنولوجيات جديدة والقدرة على استغلال الابتكارات الجديدة والبناء عليها.